صباح الخير يا بيسو. صباح الحب يا إيسو، عملت لك احلى طبق فول بالسجق في اغلى مايكرويف في العالم. ربنا يخليك ليا يا حبه. تحب اساعدك واسيبك انت تركز في المهمه الجديده عشان نغلبهم؟ لا لا انا خلاص قربت اخلص. بقول لك ايه، انا عملت النص اللي عليا وخليتك اهو تتعادلي مع شيماء، ناقص النص بتاعك بقى. عملتي لي ايه في الشغل؟ ما تقلقش، كلمت لك مستر مالك وقاعد مستنيك. طب الحمد لله، يا رب بس ما نلاقيش المديره الزفته دي هناك وتبوظ لي الموضوع. بقول لك ايه يا ايسو، صحيح انا سايب لك جوه على الكومودين ومصروفك 10,000 جنيه. ربنا يخليك ليا يا حب، ده المتوقع من راجل البيت. وراجل البيت بيقول لك انه سايب لك 10,000 جنيه كمان مصروف العيال، يعني فكه لو حبوا يجيبوا اي لبان او شيبسي او كده. شكرا يا بيسو، ده المتوقع من اب البيت. اما اب البيت بقى فبيقول لك دفع الايجار سنتين لشويكار بفلوسه. تنسيش تلمي الزروطة اللي انت عملتيها دي، انا داخل البس. يا استاذ الطاف، مش هينفع ترشحي نفسك في رئيس اتحاد ملاك العمارة، ما حدش من السكان طايق. ايه بزعلي ده بيني وبينك كوصلت يا راجل، مش في شارع اكتب خالص يا حيوان. وبعدين العمارة لو فيها رجالة واخدين بالهم منها ما كانش ستات نزلت. انا مش قايله لك يا راجل، انت الشجر اللي في الشارع ده كله تقطعه؟ شجر اللي قطعه؟ انا كنت فاكرك بتهزري معايا. ليه؟ انت من سني بنلعب مع بعض 10 طاولة؟ الشجر ده لازم بيتقطع، سامع ولا لا؟ مش عايزه خربان ولا عصافير تقعد تزقنا وتعمل اصوات كده وتتوشني. اه استاذ مازن الحقنا، استاذ مازن رشح نفسك رئيس اتحاد ملاك العمارة وخلصنا. فيها غريب، عمل لك الواد ده يا حاج؟ الحاجه دي تبقى خالتك وانت ملك. انت بتتحشر ليه؟ عمل لي ايه؟ ما عمليش ايه؟ ملك انت يا مارد. انا قلت ايه بس يا ابله الطاف؟ الابله دي طالع النظره بتاعتك في المدرسه اللي مشغلاك. بقول لك ايه يا مدام الطاف؟ يا ريت ابقى مدام، ما كنتش قعدت وسط الغجر دول. طب اقول لها ايه؟ اقول لها ايه؟ انا احترت زيك. خلاص خلاص يا مازو، ما انت عارف انها ست مجنونه وعصب. ست ايه يا ماما؟ قولي لي ست ايه يا ماما؟ بلاش انا يا حبيبي. لا معلش انا بقى عايز اسمع، وبعدين طلعي يا حبيبتي كل اللي جواكي. لا صدقيني اللي جوايا مش هيعجبك خالص. بجد؟ اه سوري. فيها يا جماعه مالكم؟ صباح الفل، مزعلين الست الطف ليه؟ دي ست كبيره. كبيره؟ الكبيره دي تبقى خدتك يا استاذ. طيب تعالى هنا. انت ازاي نزلت من فوق لحد تحت؟ يعني ايه ازاي نزل؟ بالاسانسير طبعا. يا نهار اسود، نزل بالاسانسير؟ ما تعرفش تقرا ولا ايه؟ الاسانسير ده مكتوب عليه يافطه قد كده اهو، نفرين اتنين بس، وانت بسم الله ما شاء الله عجلين. انا مش فاهم يعني اعمل ايه حضرتك؟ انزل على مرحلتين، انزل العجل الاولاني الاول بعدين العجل التاني؟ ظريف قوي يا حبيبي. في حاجه اسمها الدايت، ما تحصرش. في حاجه اسمها تدبيس، تامين. تهريج، اللي بتقوليه ده تهريج. انا مش فاهم ايه اللي حضرتك بتقوليه ده. بعد كده ابقى اخلي اسراء تنزلني بالثبت. ايه ده؟ انت بتزعلي يا ولد؟ بتزعلي يا فاشل يلي مراتك بتصرف عليك؟ وباش هاتها يا غريبه ناس. جرى ايه وليه انت ما تحترمي نفسك على الصبح؟ الوليه دي تبقى امك يا حبيبي. في ايه يا حبيبي؟ تعالى لي هنا. غريب، قرار يتكتب دلوقتي. الواد دوت ما يكرمش الاسانسير لمده شهر وتمضي عليه دلوقتي. حصل يا طفطف؟ لا طفطف دي تبقى ستك بقى. هو ايه اللي حصل يالا؟ اوعى اتفضلي حضرتك. انا اسف. ايه اللي حصل؟ امسك انت رئيس اتحاد ملاك. رئيس انت ما تولع انت بالعماره، رئيس اتحاد ملاك ايه اللي امسكه؟ انا مش فاهم ايه الوليه دي؟ طالعه لمين الست دي؟ طالعه السبع في شقتي يا حبيبي. انا قصدي طالعه لمين يعني؟ طالعه لمين في قله ادبها دي؟ انت بتقول فيها يا الاستاذ وسيم؟ دي الست دي بقى لها سنه معانا في العماره منكده علينا كلنا. تخيل ان هي عملت 26 محضر في السكان، مع ان العماره ما فيهاش غير 12 شقه بس. انا عندي فكره تخلصنا من الست دي. وسيم يمسك رئيس اتحاد ملاك العماره، هو كده كده فاضي بعد ما مراته طردته من الشغل وبتصرف عليه. هاتها يا غريب. انا اللي انت ما تعرفوش عني يا مازو ان انا رايح دلوقتي استلم شغلي الجديد. شكرا يا غريب. ركل بقى بقى على الصايع اللي لا عنده شغله ولا مشغله. اه بس مراته مش بتصرف عليه. سيبها سيبها يا غريب، انا همشي من ده. مين معايا يرشح مازو يا جماعه؟ ايه ده ايه ده بترفعي ليه؟ لا لا مش هترشح انا. لا الله يا عم بس مش همسك انا خلاص. يلا يلا من هنا. شاكر قوي انك قلتي ما بتصرفيش عليا. مع اني بصرف عليك عادي يعني. طبعا صلوا بينا على النبي.
عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي مش عيب إن الواحد يغلط، إنما العيب إن الواحد يضطر يعترف بغلطه قدام الناس. أقوال طيبة لكن لا تصنع شيئا، مأساة الحلاج. دلوقتي خلونا صراحة مع بعض، بتركيب الفرقة بتاعتنا دي احنا فرصتنا ضعيفة جدا في الفوز في الليفل ده، وده لان انتوا الاتنين ما شاء الله اغبى من بعض. نعم سيبيه يا شيماء، الراجل بيتكلم صح. ده انا وانت لو دخلنا مسابقة في الغباء هناخد المركز الاول منصفة. لا يا حبيبي اتكلم عن نفسك، انت غبي اه لكن انا واحدة ذكية. انا كنت كسبانة وراكبة وزي الفل، انا ما عرفتش طعم الهزيمة المخزية دي غير لما انت رجعت تلعب. اه يا زمن يخلي مبتدئة زي دي تقول لي انا الكلام ده. يا ماما انا لو بلعب اسراء لوحدي كنت سفلتها رايح جاي، مش واخدة مني 100 نقطة ولا يا سعدون؟ لا يا مازو والنبي ما تدخلني في اي حاجة فيها فيك، تعرفني ما بحبش افكر، انا بس العب ولما اكسب تديني الفلوس. طب اسمعوني بقى، النظام العشوائي القديم اللي كنا بنلعب بيه مش هينفع في الليفل ده، ولذلك انا قلبتها في دماغي ولقيت ان احنا محتاجين دم جديد في الفرقة، حد تفكيره مختلف نقدر نفاجئ بيه وسيم وفرقته. نجيب مهاجم افريقي مثلا؟ بالظبط. بس المهاجم ده عندي تهاني. تهاني تفكيرها مختلف؟ ده انا ما بفهمهاش خالص. انا مش عايزكوا تفكروا، انا فكرت وقررت. الحمد لله على السلامة يا عصفورة. الله يسلمك يا مستر موسى. اللعيبة جاهزة؟ كلهم بره ومستنيين الفرصة. اديني السيفيهات بتاعتهم ودخلهم واحد واحد. ومعانا المتسابق الأول بودي الشرقاوي من بهتيم القلل. يا أهلا يا بودي، ازيك؟ أنا مش مصدق نفسي إني قدام مازو الأسطورة، أنا كبرت على حكاياتك، أنا واحد من تلاميذك، أنت مثلي الأعلى. ميرسي يا بودي يا حبيبي، ربنا يخليك، شكلك لعبت كتير وخربتها. طيب قول لي يا بودي، دلوقتي لو أنت بتلعب جيم وفي آخر ليفل وفضل لك نقطة وتكسب وفجأة النور قطع، هتعمل ايه؟ هكمل لعب عادي لاني طبعا موصله باور بانك احتياطي. قنبلة ذكاء. هايل هايل يا بودي. طيب لو انت في نفس الموقف وفضل لك نقطة وتكسب بس سايب حاجة على النار جوه وممكن الشقة تولع، هتعمل ايه؟ هكمل برضو، المهم السكور. تفكير ساذج، لانك ساعتها هتكسب الجيم لكن هتخسر المعركة، ومش بقيت تخسر البيت كله لانه هيولع. انت بتبص تحت رجليك يا بودي ومش ده الصنف اللي انا عايزه. اللي بعده اتفضل. الواد ده من اول ما دخل قلت مش نافع. مساء الخير. ايه ده انت ايه اللي جابك؟ انت مش كنت جوه؟ انا مش قلت مش عايز تهاني في اللعبه يا سعدون؟ حرام عليك يا مازو، انا مش عايز العب عشان خاطري، انا عايز العب عشان خاطر سعدونه الصغيره دي، ما شمتش ريحه السريلاك من ساعه ما اتولدت. انت ايه يا اخي، قلبك حجر؟ خلاص يا مدام يا مازو، انت عارفني انا راجل حقاني وما بحبش الوسطه، عشان كده زيها زي الغريب يعني. والله نفعت كان بها وبقت معانا، ما طلعتش تمام كان بها ولعبت معانا. ماشي خش اعمل لنا كوبايتين كراول، يلا حمامه، يلا يلا بسرعه. اللي بعده. ومعانا المتسابق الثاني نسيم الحريتي. ازيك يا نسيم؟ اطلع بره. اطلع بره. ليه؟ انا عارف انه مش ذنبك بس مش هستحق. اطلع بره فرصه بقى يا جماعه، مش قادر ابص له، مش طلعوه بره. نسيم اتفضل بعد اذنك. اتفضل معلش يا مستر موزه. انت بتستهبل؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ انت مش شايفه؟ هو احنا قادرين على واحد لما نقدر على اثنين؟ انا اسف يا جماعه، انا استغفر الله العظيم يا رب. اللي بعد. والله الله الله، اللي عندنا مش عند غيرنا يا ناس. يا عين عليك يا صاحب المال، صاحب المال اشتكى يا ناس. الله 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 يا بسيوني، نظارات وملابس مستخدمة وعبايات، احنا فين في الوكالة ولا ايه؟ بص سعادتك انا هفهمك كل حاجة، الحاجة دي كلها بتاعت واحدة ست غلبانة اسمها شويكار، عايزة تأمن مستقبل ابنها مدبولي. ها مدبولي وبيدلعوه قولوا له يا بولي اخلص. شوفي بقى اخته تبقى مين، وانا قلت بقى بدل الجس ما اطلعوا بره واشتروا الحاجه دي، لا تتباع هنا في الاوتيل وننفع الاوتيل ويبقى من دقنه وفتله. واخده بالك يا فتله؟ فتله؟ استاذ اللي قال عليك ملط، انت ملط يا بسيوني، في خلال 5 دقايق الاقي الحاجات دي كلها اتشالت وفي خصم اسبوع، ولو اتكررت هيبقى رفض نهائي. لا يا ست هانم، مش انا اللي اتقال رفض، امك واخوكي صباعهم تحت درسي. ليه كده بس يا بيه بسيوني؟ خد راحتك بس يا ريت تبقى تلم الدنيا عن اذنك. اسراء انت يا وليا، اسمك اسراء، جوزك وسيم التخين فين؟ من طيب وليا وكمان جاي متاخر، انا الجس عندي صحي وقابلك يا جميل. متاخر بدري، انا ماليش دعوه، انا يبيعني ويسلم لي الحكومه عشان يكسب هو. احنا مش قلنا 100 مره ما نجيب سيره الحياه الشخصيه في الشغل؟
خرجت ازاي يا جميل؟ ابدا، نص القضيه في شنك والنص التاني ما عملتوش، والنص التالت. النص التالت ايه؟ النص التالت ده انت بتقول اي كلام يا جميل؟ ما اعرفش بقى، انا عايز جوزك. فين جوزك؟ بدل ما اديكي كفه اسيبك نصين. انا اتهزقت قوي النهارده بجد، يوم مش طبيعي. ادي اخره اللي شغل القرايب معاه في نفس المكان. اوعى من وشي بقى بجد. ايه ده؟ طب انا هعرف اجيبه منين يا اسراء؟ ايه ده بسيوني؟ انت لسه ما بعتش؟ اديني شغال اهو. طب يلا هساعدك بقى. يلا يا سيدي. باجنيه باجنيه. وتعالى بص. يلا. وتعالى بص. باجنيه باجنيه. وعندنا السمول. البس يلا. واللارج. والإكس يلا. يعني ولا واحد عاجبك؟ لا يا جماعة، أنا محتاج واحد معايا حريف. واحد يعمل لي أسيست زي فيرمينيو مع صلاح. هو يباصي وأنا شوط. هو يرقص وأنا سجل. يعني هنجيب منين؟ مفيش غيرك أنت وسيم. وهي دي المشكلة. إن مفيش حد كان بيعلم عليا أنا ووسيم في اللعب. ما عدا واحد. زكريا. زكريا مين؟ زكريا بره الصندوق، كان زميلنا في المعهد، اكبر معمر في تاريخ معهد سياحه وفنادق، قعد سنه رابعه 22 مره. كان دماغه سم، افكاره كلها بره الصندوق. الوحيد اللي كنت لما احتاس ازاي اغلب وسيمه لجاله، ودايما كان يديني الخلاصه. طب وانت هتلاقي زكريا ده فين؟ ما تعرفش رقم تليفون بيته؟ عنوانه؟ لا معرفش، بس ممكن نطلع على شؤون الطلبة في الجامعة وهم يدون عنوان. اتفضل. وسيم، النجاح بيتحس وأنا قلبي حس. على فكرة الفرصة التانية اللي أنا بديها لك دهيت، اوعى تفتكر إنها جاية من فراغ. أنا شخصياً جايبها من تحت قوي، من الفرصة التانية مش الأولانية لعلمك. أنا عارف، وأوعد حضرتك إن أنت هتشوف وسيم السريتي جديد خالص. يا ريت، عشان وسيم السريتي بوخ قوي. ميس إسراء قالت لي إنك وصلت من القاع للصفر. وصلت الصفر إمتى؟ أنا لسه جاي من الصفر حالاً، يعني لسه واصل تقريباً بجد دلوقتي. ألف حمد لله على السلامة. إزاي حضرتك مستر مالك؟ مش ده مستر وسيم السريتي اللي ميسس اسراء بتقول عليه؟ ايه ده؟ ميسس اسراء بتقول عليا ايه؟ استاذن انا. ايه ده؟ ميسس اسراء بتقول عليا ايه الموظفين الجداد يا مستر مالك؟ بعدين بعدين يا حبيبي. وسيم رجوعك للاوتيل هنا مستحيل، لان ميس اسراء كفاءه نادره، انا بقدرش استغنى عنها. بس انا عندي عرض مغري جدا ليك. عرض مغري؟ انا موافق طبعا، عرض حلو جدا. يعني انا لسه ما قلتش العرض. انا اسف، بس اصلا حضرتك يعني كل عروضك حلوه ومغريه جدا. انا اسف حبيبي. شوف، انا عندي اوتيل نجمه واحده. الاوتيل ده موريني المر، مفيش بني ادم محترم راضي يشتغل فيه. ايه رايك انا همسكك الاوتيل ده؟ يعني ايه يا مستر مالك؟ قصدي حضرتك ان انا مش محترم يعني؟ وبعدين فندق نجمه واحده ازاي؟ انا وسيم السريتي، لا سني ولا مركزي يسمحوا لي ان انا امسك الاوتيل ده ولا ان انا وافق على العرض ده. بس يا مستر مالك بعد اذنك. لا لا بعد اذنك ايه بس؟ تعال تعال، ما تزعلش. جات اللحظه اللي هقول لك فيها ميسيز اسراء بتقول عليك ايه. بتقول عليك انك فاشل. كل العاملين لما يتذكر اسم وسيم السريتي بيموتوا على نفسهم من الضحك ويقولوا فاشل. ده غير انها بتقول عنك اصلا انك في البيت. خلاص يا مستر مالك، خلاص انا معيش اي حاجة تانية تقع اكتر من كده. انا قابلت التحدي، انا همسك الفندق ابو نجمة واحدة ده، واوعد حضرتك في خلال شهر هيبقوا 10 نجوم ان شاء الله. برافو، ده عشمي فيك برضو. انا كنت واثق. انا هدي لك كل المستندات والورق اللي تخليك تبدأ، ومن النهاردة عيني عليك في كل خطوة. قولي محتاج ايه عشان تبدأ يا بطل؟ محتاج ايه؟ محتاج ستاف، ستاف كبير كده، ناس تفهمني وافهمهم من نظرة عينيهم، زي مستر باسيوني او مستر اسراء. تاني حبيبي، انا عندي رولز تمنع اي مدير او عامل شغال في اوتيل عندي يتنقل لاي اوتيل اخر الا لو كان مرفودا زي سيادتك. فهمتني؟ صباح الخير يا مستر مالك. ايه في ايه؟ يا نهار ازرق. حظك حلو يا ولد جميل. انت مرفوض ومبروك في نفس الوقت. انت اتنقلت تشتغل مع مستر وسيم. مستر وسيم
ده حبيبي قوي قوي قوي.